ذلك اليوم في انتظار انه اكيد تكونوا معنا ان شاء الله غدا وبعد غد الى غايه يوم الاحد بحول الله للاستماع والاستمتاع بالاصوات المشاركه. اذكر ان المهرجان بمساهمه كل من الوكاله الجزائريه للاشعاع الثقافي، الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاوره، قصر الثقافه مفدي زكريا، وكذلك المكتبه الوطنيه الجزائريه في اطار الاحتفال بستينيه الاستقلال وتحت رعايه وزيره الثقافه والفنون. الى اخر مشترك معنا في المسابقه اليوم وهو من بجاية علوت عيلي، اولا تحيه كبيره عليك. سنقدم قصيد من قصائد شيخ سيدي الاخضر مخلوف تحت عنوان صلى الله على التهام محمد تاج الانبياء مصباح الروح. تحيه من فضلكم لعلوت عيلي من ولايه بجاية.
I'm gonna go to the bathroom.